السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة فيديو جديد بقدمه لكم من معرض عبد الله اوتو في الشيخ زايد بجوار مسجد الشرطة. العربية اللي معانا دي هيونداي سانتافي الجديدة 2025. يلا بينا نتفرج على تفاصيلها، واي حد محتاج اي استفسار عن السيارة دي يقدر يزور المعرض. المعرض بجوار مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد ب6 أكتوبر، زي ما حضراتكم شايفين على المحور المركزي اتجاه طريق مصر اسكندرية الصحراوي. يلا بينا نكمل فرجة على العربية. زي ما حضراتكم شايفين كده العربية جاية بتصميم ممتاز جدا، شبيه بتصميم الرانج روفر، مع إضافة بعض التفاصيل الجديدة والغريبة زي الظهر اللي انتوا شايفينه ده بتضليعة وبشكل غير نمطي وبشكل إلى حد ما كلاسيكي قديم، زي ما انتوا شايفين في من الفوانيس جاية بالعرض زي السيارات القديمة سابقا زمان. وهي دايما سانتافي بتحط لمسات غير تقليدية على العربيات. كمل فرجة. طبعا العربية هايبريد زي ما حضراتكم شايفين، العربية بتيجي 7 راكب وبطول فعلا